انت عسول قوي على فكرة. هو انت مرتبط؟ ربنا يخليك. انت معسولة والله؟ لا مش مرتبط. انت عندك كام سنة؟ عندي 26 سنة. انت عندك كام سنة؟ انا 17. طب مش تقولي انت منين؟ ايه يا عم انت في ايه يابا؟ في ايه يابا؟ انت داخل ايه يا عم؟ داخل موقف علينا ودانك 11 وبتاع ده؟ انت بني ادم براس تيشيرت عكسك انت ده. بيقول عايز ارتبط بيه وعايز رقم. ايه؟ انا؟ بيقول لي انت مرتبطة وعايز رقم. ايه يا عم عواطف؟ ايه يابا انت؟ انا كلمتك يابا. كلمني انا بكلمك هنا اهو. كلمني انا بكلمك. ايه يابا انت داخل بشوف حاجه بتقول لي انت داخل بتشوف ايه ده؟ انت بني ادم براس بخاف. طب اهدى على نفسك شويه. ايه يابا داخل تشوف ايه؟ ده انا داخل وبتكلم ما عملتش حاجه. داخل تشوف تيشيرت ولا داخل تشوف الاستاذه؟ داخل بشتري مش شايف وما شفتش حاجه. فاهم انا يعني داخل من بره كده عشان تشوف الاستاذه ولا داخل تشتري تيشيرت؟ انا واحد داخل من بره بشوف حاجه وماشي واتكل على الله. ده واحده بتقول لي عسول وزي القمر. انا سامعك وانت بتقول لها انت مرتبطه. انا ما اتكلمتش. حلو انت اهدى على نفسك. ايه يا عم حلو انت وانت بتحلو يا عم اهو. حلو ولا بحلو ولا حاجه؟ ايه يا بابا مالك؟ لا ولا حاجه. انت بني ادم براس فرخه صحيح. ايه ده يا عم انت وقالك انت انا بس ايه ده يا عم؟ الله يبارك لك. ما تحرقش معاك كتير. ما تحرقش معاك كتير بس استاذنك تخرس بس كده. قالك ايه تاني يعني؟ يخرس يعني يا استاذ اخرس بعد اذنك. بس انت حلوتي فعلا. ايه ده يا عم انت يابا؟ انت مش شايفنا؟ ايه يا عم؟ ايه يابا انت اللي طالع من بره ومش شايف حد؟ انت ايه يا عم ده؟ انت غريب قوي برضو. ايه ده بس على نفسك؟ جرش خمسة. انا داخل بكلمك. جرش راز مين 10 دقايق كده بعد اذنك. بعد اذنك بس انا عايز اتكلم معاه في حاجه. ما تحطش نفسك. هو انت ما حدش عارف يكلمك يعني؟ ما تحطش نفسك. ما حدش عارف يكلمك. اهدى على نفسك بس شويه. بعد اذنك اخرس بس هكلمك. اهدى على نفسك شويه. انا هطلع على حاجه. عارف لو طلعت عكستها هكشملك. وانا هبص لها ليه ولا عكستها ليه؟ هكشملك لو طلعت. هبص لها ليه ولا عكستها ليه؟ انا بقول لك ما حدش قدك يعني؟ ما حدش عارف يكلمك. انا بقول لك هكسر وشك. ما حدش عارف يكلمك يعني؟ عكسك؟ عكستها. ما عكستهاش. بتكذب. مش لازم تقولي قدامي يعني وتخلي الدم ينفر في عروقي يعني. مين البائع والشاري ايه؟ افتح له. اطلع بره. انت عامله ايه دلوقتي؟ يعني ايه اطلع بره يعني؟ يا استاذ انت عايز ايه؟ طيب يعني ايه اطلع بره؟ مش نفسك بس بعد اذنك. انا بتكلم معاه دلوقتي. يعني ايه اطلع بره يا استاذ؟ انا بتكلم معاه دلوقتي. وانت بتتكلم معاه وانا بقول لك اللي حصل الموقف ده كده. انا ما عملتش حاجه يا عم. انت حاطط نفسك ليه؟ انت بتتبلى عليا يا عم. تعالى. انت مش عارف طريق الباب صح؟ تعالى كده. يعني ايه تعالى كده؟ انت مش عارف طريق الباب. بتتبلى عليها بتقول لي موقف ما حصلش مني. يا عم دي ما بتتبلش على. تعالى كده اقول لك على حاجه. عكسك ولا لا؟ شفت يا كذاب؟ جرش بس على جنب كده وما تحرقش. ما تقوليش جرش انت ولا لا 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 لا. استنى بالله استنى بالله. اقول لك على حاجه. اقول لك على حاجه. استنى بالله. بهزر معاك والله العظيم. ده يعني ايه بتهزر؟ ما هو ما ينفعش الكذب ده ولا الحوارات دي. انا عارف يا عم هي بتمثل اصلا. دي اساسا ما بتعملش حاجه في حياتها غير اللي هي بتكذب. بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ يا عم تقش معايا يا عم. انت مش صاحبي قوي والله العظيم. كل ده مقلب وهي بتمثل معانا. لا والله اقسم بالله مقلب. اهو خدي كده. حنين بتضحكوا ولا بتتكلموا؟ والله العظيم اسمها حنان او حنين ولا حنان؟ حنان. يبقى حنين. والله العظيم حنان ممثله والله معانا وانا ممثل. بنعمل فيك مقلب. سلم عليها كده. بص هنا في التيشيرت اصلا. بص هنا في كاميرا والله العظيم اهي. لا والله. اه والله. استاذنك بس كده. ايه ممكن احنا نذيع؟ لا طبعا. هات بس الشبشب ده الاول عشان ده عليه اقساط. عايزه يعني؟ تمام. من غير الشبشب ذيع. عليكم السلام وبركاته. عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي. انت عايز تسالني واحده بقى اللي هو ما بيعرفش يسال لوحده؟ لا يا عم انا بقول له فيها ايه. ماشي ماشي. اصل الجو اللي انت تجيب صاحبك هو مين اللي عايز انت عايز قطاع ولا عايز حاجه معينه؟ ممكن نشتري احنا الاثنين. مش انا فاهم بس انت اللي عايز الحاجه صح؟ جو ان انت تجيب صاحبك وياخد رايك وفي الاخر يقول لك لا مش قد كده عليك فبراحتكم. بس انت جاي منك قطايه ولا مش جاي؟ لا جاي. قد الدنيا يا رجاله. خش بقى زيهم. شوف اللي انتوا عايزينه. حلوه دي. ما تفكش بس التيكت اللي عليها وما تتصورش قدام المرايه زي محدثين النعمه. اشتري على طول بره عنك. انا بتكلم معاك. لا ثواني يعني. تمام لو هتشتري بصور يا عم. البضاعه عندي إيه؟ البضاعه عندي بتتنحس. البضاعه عندي بتتنحس الله يرضى عليك. هو لسه بقى يقيسها ويشوفها برضه وبعد كده يشوف هيشتريها ولا لا. صاحبك؟ اه. امال ماله بيبص لك بقرف ليه وهو هنا؟ يعني ايه بيبص لي بقرف؟ معرفش. لا اصل بص لك كده بقرف وهو داخل. لا جوه انت بس. لا يا عم انا مروق. انت منظف الدنيا بس اهم حاجه. ايه انت منظف الدنيا؟ انت جوه انت الدنيا بس يا عم. خلصان بس باين عليه بيحبك قوي يعني. البصه اللي بصها لك دي ان هو بيعزك فاهم؟ مش عارف هو شكله مستهلسك ولا مش. لا مش مستهلس. يعني ايه مستهلس؟ يا عم ما هو يا عم الراجل اموره زي الفل. امال اللي بتقول عليه لوح يعني مش هتلاقي عليه حاجه يعني ايه لوح؟ وبتقول لي انا صاحب الرم اسمع مني بس انا عارف ان ما بيرقش عليه حاجه. هو
ده انا ده انا واخده انضفه ما الراجل الله اكبر عليه باين عليه ان هو وجع. انت عامل جس انت بتلعب جيم صاحبي انت بتلعب جيم بامانه والله عشان باين عليه. طب ما الراجل مهتم بنفسه. لا ما بتريقش يا عم شوف صاحبك شوف صاحبك الراجل هو يا عم شكله ابن ناس شكله ابن ناس ومن اللي انت بتقول انا واخده وما بيفهمش وانا اللي بنضفه وانا اللي بلبسه ايه اللي خليه. طب ما الراجل كويس اهو. انا محمولك انا محمولك انا محمولك ماشي روى انت يابا انت قد الدنيا والله شكله ابن ناس وتقول لي انا مصاحب لوح انت ما تبرع عنك هو اللي بيقول انا مصاحب لوح. انت انت لوح يا ابني انت لوح ما تشوف صاحبك بيقول عليك كده ايه انا مش فاهم في ايه انت بتكلمني انا انت ما قلتش عليه لوح خلاص يا صاحبي انت ما قلتش عليه لوح انت ما قلتش عليه لوح قلت لي انا صاحبي ناطح انت مالكش دعوه يعني هو ناطح زي ما انت ما قلت انت ناطح يا ابني ناطح ايه يابا خليك انت كده انت قلت كده انت قلت لا ما قالش يا عم انت بتشتمني ولا ايه ما بشتمكش هو بيقول لي انا صاحبي رئيس مع مني انا صاحبي الله يبارك لك عشان انا عباسيه وانت يعني انا مش سلام عليك والله انا مهوي. طب ما انا بقول لك احنا تعبانين كلنا دوا عشان ايه عشان ما ايه اللي انت عايزه ما انت بتقول لي انا عباسيه انا ولا ولا من السمبلاوين الله يرضى عليك ايه يا عم اللي انت بتقوله. طب تشوف صاحبك بيقول عليك ايه خلاص انت هتغير ولا هتشوف كتابه ثانيه. لا انا هاخد الكتابه دي ممكن ما ادفعش حسابها عادي. اه انت يعني دي اتاوي يعني اه اتاوي عافيه ممكن عادي. صدق ان انت ناطح فعلا زي ما هو ما قال. لا يعني انا مش عايز اتكلم مش عايز اتكلم. لا ما هو يا عم هو قال عليك كده ده ممكن تتجبد هنا عادي والله خلاص يا عم غير ولا يهمك تحت رجلك تحت رجلي يا عم تحت رجلك ما تخليش على علك ودوس لك عليها عادي يا عم. اسمع مني اسمع مني انا انا حسيت ان هو قافش فانا كنت بروش بس معاكوا اكتر ولا اقل. لا يا ما تزعلش خلاص ما تزعلش. اما انت مهمش بصحيح بتقفش بسرعه وبتزعل وزبان بقت تنحب امانه والله. خلصت يلا خلصت يا يلا انت في ايه يا براوه يا عم صاحب المكان إيه؟ انا انا يا عم صاحب المكان ايه اللي لا عادي ممكن ازاي ما يجيش منك صاحب المكان خالص يا عم عادي انا اسف انا ده خلاص هتشتري ده ولا تشوف واحد غيره. لا هاخد ده هاخد ده. عايز تتدرب؟ طيب سؤال سؤال انت عايز تتدرب تعبان ولا انت ايه؟ انا مش فاهم الكلام بيقع من صاحبك. انت تعبان ولا انت عايز من صاحبك؟ انا مش عايز تصاحبه ازاي نفهم بس عشان ولا 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 خليك انت كلامك. لا 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 ممكن اخدك بقى تعالى لا 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 تعالى تعالى الله يرضى عليك. لا سامع لا انا ممكن ادخل كلموني كلموني بس هنا يا ابن الناس. انا قلت له اللون ده اسمع بس اللي بقول لك عليه. انا قلت له اللون ده هو اللي هيليق عليه. خليك هو قال لي اسمع مني انا صاحبي الا وعلى قد الايد. خليك في حالك ما تكلمش معايا. شوف شوف اللي جاي معايا. خليك في حالك شوف صاحبك ما تشوفنيش انا يا عم. شوف اللي انت بس جايبه. انا هنا خدام الجزم صح ولا لا؟ انا فاتح محل اكل عيش. طب تاكل عيش ايه اللي انت ماليش دعوه بتعمله انت مهوي. اسمع لا انا بفهمك والله يا عم والله لازم اقول لك على حاجه ماشي والنبي سيبني انا ذنبي خلاص بقى نهارك. انا بقول لك وربنا بصور ما بصور ما انا بنت امور وابني والله. اسمع مني هو كان عمال يغلط فيه. بقول لك بهزر يا عم والله بهزر. والقطايه اللي انت خدتها يا نهار اسود ده انت دماغك دي ايه يا عم حاطط فيها ايه؟ حاطط فيها تيل جنط ده ولا مش عارف؟ عندكم اي مشكله ان احنا نذيع وبعتذر لكم والله. لا يا بعيد الله يخليك. انا اسف والله. نقول بس اهم حاجه زيح زيح يا يا